السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا الأسبوع بعنوان Disease Transmission هي انتقال الأمراض. راح نتعرف بها على طرق انتقال الأمراض. بالبداية راح نجي ناخذ Modes of Disease Transmission، طرق انتقال الأمراض. In epidemiology a trial mode called the change of infection state that infection disease occur because of the interaction between an infection agent, a host, and their environment. بالوبائيات أكو نموذج وضع العلماء اسمه epidemiological trial. هذا الفيجر يوضح لي الإبيديرمولوجيكال تراي، نموذج اللي هو الثلث الوبائي أو المثلث الوبائي. هذا نموذج وضع العلماء حتى يسهل دراسة الديزيز. الديزيز من يحدث المرض يحدث عن طريق يصير انتراكشن، تداخل بين هاي الثلاث عناصر اللي هي الايجنت المسبب المرضي، اللي تكون ممكن تكون ألجي طحالب، ممكن تكون فيروسات، ممكن بكتيريا، ممكن فنجاي فطريات، ممكن بروتوزول بدائيات. هذا المسبب المرضي. هذا المسبب المرضي من يوجد شي يحتاج حتى يسوي إفكشن، يسوي إصابة ويؤدي إلى الديزيز، يحتاج لازم أكو إنفيرومنت، عوامل بيئة تساعد بانتقاله، ويحتاج الهوست المضيف اللي يسببه. فمن العناصر الثلاثة واحد معتمد على الآخر. يعني الايجنت، اذا الايجنت متوفر موجود المسبب المرضي بس ما لقى هوست، ما لقى هوست ملائم الى يصيبه، مو بالضروره، فهنا مو بالضروره انه يحدث ديزيز، او انفيرومنت العوامل البيئيه اللي تساعد على انتشاره. فمن يحدث الديزيز يصير اكو تداخل بين ذني الثلاث عوامل. specifically أكثر خصوصية راح نجي نعرف إنه the transmission الانتقال occur يحدث when the agent leaves، عندما المسبب المرضي راح يغادر. منو يغادر؟ ال receiver، الخازن اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، اللي قلنا الخازن يكون يا أما human أو animal أو soul أو plant إلى آخره. هذا الخازن اللي هو يخزن المسبب المرضي، أو الهوست المضيف. المضيف أيضا عرفنا اللي هو animal أو person، انصاب، صار effect إصابة، وبقى هذا الهوست حامل للمرض وبقى ينقله. فمن يبدي هذا المسبب المرضي يخرج من الخازن أو المضيف، يخرج عن طريق شنو؟ ثروفت، من خلال A portal of exit اللي هي نقصد بها بوابة الخروج. Is converted by، فراح ينتقل بواسطة some mode of transmission، بواسطة عدة طرق للانتقال. خرج يعني أي طريقة الانتقال، خرج هذا المسبب المرضي من الهوست. مثلا خرج عن طريق الفم، أو عن طريق الفضلات الشخص المصاب أو الخازن. and enters راح يدخل through and a portal portal of appropriate an appropriate portal of entry to affect a susceptibility host، وراح يدخل عن طريق بوابة دخول، المن بوابة دخول للsusceptibility host المضيف اللي يكون مناسب أو مهيئ إنه عنده قابلية إنه يكتسب الإصابة. يدخل عن طريق يعني أي بوابة دخول للهوست، مثلاً عن طريق صار دمج بالجليد، أو صار عن طريق الفم، ممكن يدخل عن طريق تناول الغذاء الملوث. An infection agent may be، يعني هذا المسبب المرضي may be transmitted from its
natural receiver to unsuspectability host in different ways. يعني المسبب المرضي ينتقل من الخازن اللي خازنه او الهوست ينتقل الى السسبتابلتي هوست الى المضيف اللي يكون حساس اليه بعدة طرق مختلفة اللي هي راح نتعرف عليها. There are different classification for modes of transmission. يعني اكو عندنا عدة طرق مصنفة على النماذج. Disease الامراض can be transmitted direct or indirect. Disease تنتقل بصورة مباشرة او غير مباشرة. This diagram هذا المخطط شو يظهر لنا modes of transmission of disease. يظهر ان الطرق الانتقال بصورة اساسية هي defined two types، تقسم الى قسمين او الى نوعين اللي هي طرق الانتقال الدايركت المباشرة والاندايركت الغير مباشرة. المباشرة ايضا تقسم الى two type نوعين اللي هي direct contact الالتصاق المباشر اللي يصير او عن طريق الدروبس سبريد عن طريق انتشار الرذاذ او القطرات هاي المباشرة يعني من يصير تماس مباشر. اما الاندايركت راح تقسم الى three type ثلاث انواع الايربورت الهواء المحمل به الاجنت المسبب المرضي والفيكال بورن اللي تكون محمولة على المركبات والفاكتر بورن اللي هو الناقل. الناقل ايضا به قسمين ميكانيكا وبيولوجيكال كلها راح نجي هسه نعرفهن وحدة وحدة. هذا المخطط ايضا يوضح لي كيف تتم عملية الانتقال. هنا الريسورس المصدر راح تجي تنتقل يا اما عن طريق يجي مباشرة دايركت مثل شخص المريض او تنتقل عن طريق التنفس تروح للرئتين او عن طريق من يجي يتناول بالمعدات اللي يتناول بها وتجي تدخل هاي عن طريق من يعني هو عن طريق الهاند اليد ما تجي عن طريق الفم ممكن تدخل عن طريق الفم الى اخره من هذه العملية. هذا يوضح كيف تتم عملية الانتقال. نجي هسه ناخذ الدايركت ترانسميشن راح نجي ناخذهم بالتفصيل. الدايركت ترانسميشن ديفاين مالتها تعريفها انتقال المباشر شو نقصد بها. اذا انترميديت ترانسفير هي انتقال يصير اوف ذا انفكشن agent ينتقل المسبب المرضي من الافكت هوست من الهوست اللي مصاب يعني الهوست اللي يحمل العدوى او الريسيفر الخازن المن to an appropriate entry point الى نقطة دخول ملائمة خلالها راح يصير which human infection can take place يعني خلالها راح الهيومن ياخذ الاصابة من هذا المكان اللي يكون ملوث. This may be direct contact راح نجي ناخذ الدايركت كونتاكت الأمثلة على التماس المباشر مثل ايش مثل such as التوتشينج اللمس الكيسينج التقبيل او السكشوال انتركورس اللي هو الاتصال الجنسي او by the direct spread او عن طريق انتشار مباشر للدروبس الرذاذ باي اللي يصير باي سنيزينج اور كوفينج بواسطة العطاس او السعال. السعال والعطاس هي تكون احد الامثلة على انتقال الرذاذ المباشر. ايضا عندنا بعد امثلة اخرى على الدايركت ترانسميشن اللي هي بلاد ترانسفيشن اند ترانس بلاسينتال انفكشن from mother to fetus. ايضا طرق او عملية نقل الدم او و
البلاسنتا يعني الانتقال الإصابات تصير عن طريق البلاسنتا المشيمة أو عن طريق عمليات نقل الدم. البلاسنتا المشيمة تكون من الأم المن إلى الفيتس إلى الجنين، يعني ربما الأم تكون مصابة بمرض كالحصبة الألمانية. هاي الحصبة الألمانية راح تنتقل من الأم إلى الفيتس الجنين، فهاش نقول عليها أحد أنواع أو الأمثلة على الدايركت ترانسميشن، على الطرق الانتقال المباشرة. Are other important means of direct transmission، أيضا يقول عليها أيضا من الأنواع الأخرى المهمة عن طريق الانتقال المباشر. ال direct contact occur through skin to skin contacts, kissing and sexual intercourse. أيضا الانتقال المباشر يصير عن طريق يعني من يصير تلامس بين الجلد أو عن طريق التقبيل أو السكشوال انتركورس اللي هو الاتصال الجنسي. الدايركت كونتاكت also refers كذلك هو يشير المن إلى الكونتاكت الاتصال اللي يصير ويا مو فقط إنه ويا الهيومن عن طريق الجلد اللي هو باللمس أو التقبيل، لا ممكن يكون التماس المباشر ويا الصويل التربة أو الفيجيتيشن هارد بورينج انفكشن أورجانيزم أو الخضروات اللي تكون محملة بكائنات الكائنات الممرضة اللي هي نعرفها البكتيريا الفيروسات. This infection mononucleosis casing disease أيضا عندنا أنواع من الإصابات اللي نسميها الأمراض التقبيل، النوع عليها mononucleosis and gonorrhea مرض السيلان اللي يسبب بكتيريا نيسيريا غونوريا. are spreaded from هاي تنتقل مرض السيلان ينتقل عن طريق السكشوال انتركورس عن طريق الاتصال الجنسي، فهاي تنتقل من بيرسن تو بيرسن باي دايركت كونتاكت من شخص الى اخر عن طريق الاتصال المباشر. الهوك وورم اللي هاي الديدان الشصية اللي تكون انواع من الديدان الطفيلية، هاي ايضا تنتشر صورة spread by direct صورة مباشرة من يصير contact ويا من ويا contamination soil ويا تربة ملوثة. أكثر شيء يصيب منه العاملين بالمزارع يعني الفلاحين، لأن يكون على تماس ويا التربة اللي تكون ملوثة. الدروب spread انتشار الرذاذ أو القطرات. الدروب spread refers to spray with relative large short range aerosols produced by sneezing coughing or often tearing، يعني يوضح لنا هنا بصوره اكثر خصوصيه يوضح عمليه نقل الرذاذ. الرذاذ من يصير طريقه الانتقال المباشر من يصير اثناء السعال أو أثناء العطاس أو أثناء التحدث أثناء الكلام، فأكو يصير مثل الرش مثل الرش، فهذه من تنتج الرذاذ اللي تصير هاي اللي تحمل المسبب المرضي، فراح تنتقل ويا الشخص اللي أنت قاعد تتحدث وياه، هذا الشخص يكون قريب منه، فهاي شنو نقول عليها اللي تكون شورت يعني فد رينج قصير بيناتكم، فهي نقول عليها دايركت. راح نجي نشوف ايضا عندنا تصير عملية انتقال عن طريق الدروبت بس بالاندايركت الغير مباشر، هي من تكون لارج رينج المدى يكون بعيد. دروبت سبريد از كلاسيفاي از دايركت، هي ان انا ممكن نصنفها كدايركت بيكوز، ليش نقول عليها دايركت هنا هاي تسميتنا، ليش نقول على دروب دايركت؟ because the transmission is by direct spray over a few feet before the drops fall to the ground، يعني انه من يصير عملية الرش وتنتقل فتكون على مدى قريب قبل ما تسقط الى الارض، فهاي شو نقول عليها بطريقة انه صاير دايركت، صار الانتقال دايركت. أيضا راح نجي ناخذ أمثلة على الدروب سبريد، الأمراض اللي تنتقل بطريقة الدروب سبريد هي
مرض البتراس أند مينينجوكوكال اللي هو السعال الديكي والتهاب السحايا اللي يسببها المكورات اللي هي مثل نيسيريا مينينجايتس. فإنفكشن آر إكزامبل، هاي تكون أمثلة of disease transmitted from an infection patient to susceptibility host by drop spread. يعني هاي أحد الأمثلة على طرق الدروب سبريد، النقل بالقطرات. أيضا عندنا المرض الحالي، مرض هذا العصر اللي هو سارس كوفيد 2 the virus. هذا الفيروس يسبب لي ديزيز اللي هو كوفيد 19. أيضا هذا أحد الأمثلة اللي تنتقل عن طريق الدروب. The mode of transmission is through respiratory drops. هذا تصير عن طريق القطرات أو الرذاذ. Evidence has shown that COVID-19 is typically transmitted through respiratory droplets and direct contact. يعني هاي يقول أكو دلائل أثبتت إنه الكوفيد ينتقل عن طريق القطرات التنفسية اللي تكون بصورة مباشرة ويا الإفكت بيبول، أو تكون indirect. يعني راح يكون مثال أيضا هو بالدايركت عن طريق القطرات، الاندايركت الغير مباشرة يكون عن طريق الفومس اللي هي الأشياء الخاصة بالشخص المريض.